رئيس الوزاري هوري الصومالية عمر عبد الرشيد علي شرماكي أي أسو جوابي مدحويني دولدي كوميلقار كايد شريف شيخ أحمد كاسو هبين هوري مركلة اسكودهي إنو كبحصده كالنتي وكلها هشيسكي إسافقرد كهاي لوكوني سقال إنك استو عمر عبد الرشيد يا عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي وارنتا انكولي جري الشيخ شريف أي أدو بالدقيان سيد اللوغو بحصده إسافقرد كودي ونقضي متك قرى عديي إن صومالي يديدي سيدا اي كينيا بدأ او علامة ديستي افر جر تاني يكون سقال بقول تدباتني سقال كي هدنا قطبة دي قدسنيد الشيخ شريف جيدي هبين هوري ايا مركلة دبسو عليسي بوقي دولة دي كوميلقار كاهيد مدحويني هوري شريف شيخ احمد او هذا الكجيدي حفلة اي مدوغة مشارحين تقود دبال دقيان قوشة بدأ وحو مرحسن شيخ راعي ان تفسير غلدان لقبحيي ازا فقارت كا مركلنا وحو اسكو دايي انو دفاعو هذا الحرق اوغا تاقي او اها مو اوغي ميل بدلوغو بحيي وحنا كلام مسوحون سافقاردكا شيخ شريف او ماد يقصل كولاري وحو اوغد بيي سيدانين وحوين قريناي اساقو كشيكيي وحي دحماري اساقا عمر عبد الرشيد يا عبد الرحمن عبد الشكور تاسو سيكال او داوعيسا قوش اللي حريرتا اني محكمة دو قوان كيدا سالوغا ديكتاي سافقاردكي لوكون يساقال او اه مركا قرى اي صوماليا شايقتي اني ديد مكا قبتو حريقا اي كينيا اسميسي حدكا بدأ لبدا ودن شريف قوحا ويري وحان ويدية ريزل وزارة عمر عبد الرشيد سببتو ايقا قريي ارنتا سيدان وين وحون ايقو جوابي وحان مودي اناد اكتهي لنا عكالا الشيخ شريف وحو شايقي انو عبد الرحمن عبد الشكور صوعي انت اوساني شيسكا سايحين وانو كويري قادو امركا ريزل وزارها او صحيح هشيسكا لبداس هادل الشيخ شريف واكو اسكهر ايمانيا لكن عمر عبد الرشيد رئيس الوزاري هوري الصوماليا ايان سيان لحليح الشالين اشيغي انو الشيخ شريف وحكوغا قوان كي لغو صحيحي اساف قرد كي لبكوني سقال مدحوين الشيخ شريف قيب ايوكا اها هنان كي قوان كي لغو قاري ان لطاقيرو هشيسكي اساف قرد كا اها اي حد فرقية كسمي كيسكينا حاليست اي لادها ان لانكرو وإن فرطو ودى مدحوين فرماج او بريكو بينيو إنو وحكو اوغا ديبستي قلب الدقاح أيو يري رئيس الوزاري هوري صوماليا عمر عبد الرشيد علي شرماكي كعرر كشريف كيكيسكان وحو مدحوين شريف كويهاي دربا حوين إنو سن اوغين هشي سيداس اوغين وي دولدي سوغشي وحيدا وعيسا فهم كيسا دوليغا يا اوودي سفلينيد احليق وحفيسك جوغي وحي كالوات نباتا كوتاهي وغانك او رادنا يمر لباد مادام او الشيخ شريف خوري اساقا ديدا وحكا اوغان شهار انتان ديب ياداف وحي اي كانتان او اساقا بحصدي وحو شريفكو مركال اموغدا نين ولي صورة حمينايا تلابا ديوغو ويناد اي دولة دي سوقادي اساقو انكرسان ان هاد دي ارنتان لغو فايدي وكوبوغا دي ساحيب بدي او اساقا ريحي كيسكا حالكاس او اد وغفوك وحي لغا فيلاي هغامية لبنيقان اه tan iyo 1916kii Soomaaliya Kenya waxay wada sheeganeen aaga go'aanka laga gaaray talaadadii waana markii ugu horeysay oo loo kala xukumay labada dal dawladdu kumeelgaarka ahayd ee hoggaaminaya Shariif Sheikh Ahmed ayaa ugu horeysay dawlad Soomaaliyeed oo diidma ka keenta qaabka Kenya u dhigtay xuduuda bada dawladdii military ahayd ee Soomaaliya ayaa iyadu dhowr jeer ka gaabsatay arintan waxaa sa lagu sheegay inuu madaxweyne siyaadidana inuu lumiyo dhulka la yiraahdo NFD Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo dhowr jeer uu Shariifku habeen hore Marakfur ku weydiistay xafladda horteeda ayaan wali ka jawaabin cidda saxan Sheikh Shariif iyo Umar Cabdirashid maxay kula taadiga